يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الرسول صلى الله عليه وسلم قد كلم الله مباشرة من غير واسطة فيكون كليما لله كموسى؟ لا، وكلم الله في ليلة المعراج فقط، وليس كموسى عليه السلام. نبينا صلى الله عليه وسلم يأتيه الوحي بواسطة جبريل، وكلام الله القرآن نزل عليه بواسطة جبريل، هذا خاص بموسى. أما أنه كلم الله، نعم، في ليلة المعراج كلمه في الصلوات الخمس، وراجع ربه فيها أول ما فرضها عليه 50، ثم إن الله عز وجل خففها إلى أن صارت 5 صلوات. هذا تكليم خاص، تكليم خاص لا يقتضي أن يقال إن محمداً صلى الله عليه وسلم كليم الله، إنما هذا لموسى عليه السلام. نعم.